كنت حب انه الورد وهيك لما نطلع مثلا نزهة او هيك، فيلفتني الورد كتير وحبيت هالمصلحة وبلشت فيها بال 2018. اشتغلت بكذا مكان، اخر شيء اشتغلت بمكان بالدانا، اشتغلت فيه سنة ونص، وصدفة اجاني طلب على بوكيه ورد شكل حرف، يعني طلب مني اعمل له حرف معين، عملت له الحرف مثل ما بده واشتغلته ونشرته على الانستغرام. انا الانستغرام بنشر عليه كل شغلي. كانت كهواية مو انه كغاية عمل او هيك، وبالصدفة الفيديو اللي نشرته انضرب، يعني جاب مشاهدات كتير، صار يجيني طلبات خارجية من برا، مثلا عالم بأوروبا، عالم بالسعودية، صارت تبعت لي دي انه بدي اعمل عندك هيك شيء وابعته لخطيبتي او ابعته مثلا لأمي. صار ينطلب مني اسماء كمان، بوكيات اسماء، مثلا بدل انا كنت اعمل بوكيه حرف واحد، فاحد انه يلي انا بتقدر تعمل لي اسم كامل، بوكيات اسم كامل، طلب مني هيك طلبات واشتغلتها. العالم تقصدني على حساب الانستغرام، وهذا هو اللي وصلني لهون، انه حساب الانستغرام العالم كانت تشوف الستوريات وتشوف هيك، فانا بدي اروح لعند مصطفى مشان والله انه بدي يحط لي ستوري، او مثلا بدي يعرض لي قطعتي عنده، انه خلص محل معروف نعرف الاسم، فبدي اروح لعنده اقصده مشان يحط لي شغله اللي بده يشتغل لي الي، يحط لي عنده الانستغرام او مثلا يشاركني بستوري او هيك. لما بشتغل له القطعة وبخلص منها، يعني بعطيها كاملة من كل شيء، بيطلع هيك انه فبيقول لي الله يبيض وجهك مثل ما بيضت وجهي، بيرد بيرجع لعندي مرة ثانية، انه لما بسلمه اياها وبشوف فرح فيها للقطعة، هون انا بفرح، هون بحس بالانجاز اكثر، بحس انه انا فعلا عم انجز. حلمي انه ينتقل محلي ليلي روز، ينتقل على مستوى عالمي. هلا انا على مستوى محلات، على مستوى مناطق، على مستوى محرر، بعدين بالايام مستوى سوريا، ولكن بالايام ان شاء الله يعني على مستوى تركيا، على مستوى برا، على مستوى المحلات اللي برا.